من هذا المنبر كنبغي نوجه واحد الرسالة لجميع المغاربة، الالتزام بالحجر الصحي، لأنه كما تكلمنا من قبل غالب الأحيان لما الأشخاص ما كيكونوش شافوا واحد المريض مصاب ولا عندهم في العائلة ولا في الحي ديالهم واحد الشخص مصاب، بحال ما كيبغيوش يثقوا بأن هذا الوباء موجود، وكيبقاو عندهم واحد الاستهتار، وهذا الاستهتار كيعرضهم وكيعرض العائلات والأشخاص الأقارب ديالهم والناس العاملين معاهم إلى الإصابة بهذا الفيروس ديال الكوفيد 19، وكيمكن يضرهم. ما يخليناش نحبسوا هاد الحالات، وما يخليهمش هما اللي كيتبغاو يخرجوا، ما يخليوناش نخرجوا من هاد الحجر الصحي، وخصوصا غيكون عنده واحد الضرر كبير. وحنا كنشوفوا كنتمناو تستقر الحالات، لكن بقى الحالات هي يعني دائما مرتفعه وما كتزادش بزاف، ولكن مرتفعه. حنا كنتمناو انها تنقص ما تبقاش. وهاد الاستهتار اللي كيقوموا بها بعض الاشخاص فهو كما ذكرنا ممنوع قانونيا، ولكن حرام، خصوصا في شهر رمضان المبارك اللي خص الناس يكون عندهم واحد الاهتمام بالاخر، واحد التعاطف، واحد الصدقه. فهذه صدقه انه تحترم صحه الاخر وتحافظ عليها.